أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، نأخذكم بجولة الأرصال الجوية والطقس البارد الجيد مستمر ويانا إن شاء الله. رياح راح تكون الأربعة أيام القادمة رياح شمالية غربية خفيفة السرعة بوجه عام، سماء راح تكون صافية. الطقس حاليا أو الجو حاليا في مدينة الكويت سماء صافية، رياح متقلبة الاتجاه الشمالية غربية سرعتها 2 كيلومتر بالساعة، حرارة حاليا 24 درجة مئوية، الرطوبة النسبية طبعا منخفضة 29%، والرؤية الأفقية أكثر من 10 كيلو. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في مدينة الكويت 15 درجة مئوية، 12 في العبدلي والشقاية والسالمي والوفرة 12 درجة مئوية، جزرنا الشمالية فيلتشا وربا وبيان 15، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 16، سماء صافية لنهار الغد، رياح شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة العظمى متوقعة 23 في مدينة الكويت، 26 بالعبدلي، شقاية السالمي 26، بالوفرة 25، جزرنا الشمالية فيلتشا وربا وبيان 22، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 21، سماء أيضا صافية، رياح شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 30، وبالليل تكون سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. البحر راح يكون خفيف الموج بوجه عام، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 أقدام، مد الأول في الساعة 1:50 الفجر، مد الثاني في الساعة 5:02 بعد الظهر، الجزر الأول في الساعة 9:50 صباحا، والجزر الثاني في الساعة 9:45 مساء. أذان الفجر لنهار الغد راح يكون إن شاء الله الساعة 5:02، الشروق الساعة 6:26، الغروب الساعة 4:49. أما الطقس المتوقع الخمسة أيام القادمة سماء صافية بوجه عام، حرارة العظمى من 24 إلى 25 والصغرى من 14 إلى 16، رياح كلها شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 30 وبعدين من 5 إلى 25. طقس جيد ومعتدل إن شاء الله، ويصلح لجميع أنواع الرياضة خارج المنزل والتمتع. حتى البحر راح يكون خفيف الموج بالنسبة للأخوة الحداقة. نشكر أعزائي ومشاهدي، نشكر لكم متابعتكم، والآن عودة للزملاء لختام النشرة السياسية.